besi anlamında. Gene göç yönetiminin ana sütunlarından biri olarak önemli bir nokta olduğunu ifade etmek gerekiyor. So, and I was told by the rector that this university has produced two... Türkiye'nin operasyon yaparak güvenliği temin ettiği bölgelerde de yani Zeytinburnu, Fırat Kalkanı ve Barışkanlı bölgelerinde de 2100 bin kişi var. Temaslarımız var. Özellikle nitelikli işbirliği. نحن اليوم في ورشة عمل عن التنمية الاقتصادية للمهاجرين والتي أقيمت اليوم في جامعة إسطنبول، وهذا برنامج مشترك مع الرابطة الدولية للاجئين. إلى ماذا تهدف هذه الورشة؟ تهدف هذه الورشة وبعد دخول السوريين إلى تركيا منذ عام 2011 إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للسوريين مثل المأوى والتعليم والصحة، ولقد حاولنا فهمها وتنميتها، ونسعى إلى أن نتقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية معهم. جمعية إمراء جمعية غير ربحية، منظمة رسمية دولية عالمية، اعتمدت للعناية بأمور اللاجئين ولكن ليس للمساعدة كما درج بعقل الآخرين. هي هدفها الوحيد تمكين المواطن، تمكين المهاجر، طبعا بغض النظر عن فرق بين عرقه ودينه لونه إلى آخره. كل المهاجرين الموجودين على الأرض التركية جمعية إمراء تدعمهم تعليميا ومهنيا وبإمكانيات أخرى. هلا انا جيت بصف السابع لهون، حاليا انا 11، ما كنت بعرف تركي ولا بعرف اي شيء، يعني جاي كاي طالب سوري ثاني، ودرست بمدرسه تركيه بمنطقه شيشلي، منطقه علمانيه تماما. بس لما دخلت حسيت انه راح يعاملوني بعنصريه، انا مولود كنت بدوله برا عربيه وتعاملت هناك بعنصريه مع انه انا كمان عربي بس مو من البلد هذيك. بس لما دخلت هناك بالعكس يعني ضحكوا معي، حاولوا يحكوا معي بالانجليزي مع انه كانت مكسره، ومنهم بسببهم تعلمت احسن اتعلم تركي. سبب تواجدي هون انه انا اثبت حالي كطالب اجنبي بتركيا، انه ممكن للاجئ او الطالب الاجنبي انه يكون له فائده للبلد هي بشكل مو طبيعي، انه لو يدرس ويشتغل على حاله موجوده عنده كل الامكانيات المفتوحه.